الحبيب ديالنا هو المواطن المغربي، الصحه ديال المواطن المغربي. فاحنا كنجيو هنا تنقولوا هذا المنهجيه، هاد لابروش اللي تبدات بانها لن تؤدي الى حل. السلام عليكم. اول حاجه كنشكر المنابر الاعلاميه اللي حضرت معنا باش تغطي هذا الحدث. كنشكركم على يعني التواجد ديالكم معنا ونقل الصوت ديال الاباء وديال الطلبه ديال كليه الطب. هنايا الاباء والطلبه، الاباء هما اللي دعوا لهذه الوقفه. لماذا دعوا لهذه الوقفه؟ عندهم واحد المطلبين اثنين ليس لهما ثالث. هذا المطلبين تخصوا فيما يلي. المطلب الاول، هناك ازمه ونؤمن احنا كاباء ان لا حل لهذه الازمه الا بمد جسور الحوار بين الطرفين. احنا هضرنا مع التنسيقيه الوطنيه للطلبه، قال لك هما مستعدين للحوار في اي وقت متى تم النداء عليهم. والناحيه الثانيه كنجيو وتنقولوا لرئيس الحكومه الله يجازيك بخير، احنا نحتاجوك انك تجي معنا وتصنت لهاد الطلبه وتحل الحوار وطني مع هاد الطلبه، لانهم عندهم هما واحد الملف وطني ليس جهويا، المطالب ديالهم وطنيه، جوده التعليم لا تخص جهه دون جهه اخرى، فهي مطالب وطنيه. فلهذا ندعو السيد رئيس الحكومه ان يعين من يجلس مع الطلبه وين يجلس معهم. والطلبه احنا راه هضرنا معهم قبل ما نجيو هنا ولمسنا فيهم الكثير والكثير من الليونه والقابليه الى الحوار والاخذ والعطاء، وليسوا يعني اناس عدميين يعني لا يريدون وصول الحل، بالعكس لمسنا فيهم هذه الرغبه لوصول الحل وكنجيو لنا باش نديروا هذه الوقفه. وفي نفس الوقت نمضي على واحد الملتمس اللي هو غنوجهوا ان شاء الله الرحمن الرحيم للسيد رئيس الحكومه، نلتمس منه، سنبعثه اليوم الاثنين ان شاء الله بالبريد العاجل، نلتمس منه التدخل واعطاء اوامره الى الحكومه لفتح حوار وطني، لانه مثل مطلب وطني والعادي انه لازم يناقش وطنيا. ما اقترحه السيد وزير التعليم العالي نراه سيطيل امد الازمه، لان هناك حوار كان مع السيد الوزير الصحه ووزير التعليم العالي وكان فيه اختلافات. فالطلبه يقولون كيف لعميد ان يساهم في حل مشكل لم نصل فيه الى حل مع السيد الوزير. فهذا تساؤل ونجده احنا منطقيا. فنحن هذا المطلب الاول ديالنا هو انه يجلسوا هذ الطرفين. الحوار دائما لا يمكن ان نخرج به الا كاننا رابحين، لان الوضعيه الحاليه ليس الخاسر فيها لا الحكومه ولا الطلبه، الخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن المغربي، هذا هو الخاسر الاكبر. هاد التوقيفات، هذا هو المطلب الثاني، شكرا على السؤال، لانه هو المطلب الثاني. هاد التوقيفات خلقت جوا من الاحتقان. فهذا هو المطلب الثاني ديالنا، هو التوقيفات والطرد اللي مس وليداتنا، لانه واخا راه كلهم وليداتنا، وكان هما كما قال لهم السيد وزير التعليم قال لهم اوليداتي، راه حتى هما وليداته. فاظن السيد التعليم وزير التعليم العالمي لن يرضى ولن يقبل ان ابنه يكون مطرودا او موقوفا لسنتين، خصوصا ان الطلبه تبارك الله راه مخيره الشباب، راه مخيره الشباب. هاد الطلبه لا يطالبون بشيء كثير، يطالبون بان يكون لهم تعليم جيد. وان شاء الله الرحمن الرحيم اذا تحل هذا الجسر ديال الحوار ان شاء الله الرحمن الرحيم راه سنصل الى حلول. هناك اخبار ثاني هو ان هناك عريضه قد قدمت باسم اباء واولياء اباء وامهات، عفوا، لانهم الطلبه تبارك الله راه سون دي ماجور، اباء وامهات طلبه كليه الطب والصيدله. وهذه عريضه مفتوحه الى السيد، موجهه الى السيد رئيس الحكومه، نطلب من خلالها ان يفتح حوار. لا نطلب شيئا، لا نريد ان يبرر لماذا لم يفتح، ولكن نطلب يعني بما عيدنا منه من كرمه ومن جوده، وهو صاحب مؤسسه جود التي جودها غطى المغرب، فنتمنى ان يغطي جوده هذا الملف وان يفتح حوار مع هذه الطلبه وان يناقشهم بصدر رحب، وراهم راه وليداته، ورا ان شاء الله الرحمن الرحيم غيوصلوا للحل ان شاء الله معي. ونريد ونطمع ان يطوى هذا الملف في الاسبوع القادم ان شاء الله، لا نريد ان يطول اكثر من هذا. هضرنا على هذه الوقفه ديالكم اليوم، ونزيد لكم مع الوقفه ديالنا اليوم تجي على اثر غلق الحوار، غلق نهائي للحوار ما ديال الاداره ديال وزاره التعليم العالي والابتكار، التعليم العالي والابتكار. ما بقاش حوار، قربت السنه تكمل، يعني ما غاديش تسناو شي حاجه اخرى اللي غادي نتسناوها، لان هاد الناس ما بينوش كاع نهائيا للطلبه على اساس انهم يفتحوا واحد الحوار يكون حوار جاد وهادي. فهادو غلقوا باب الحوار، طردوا بعض الممثلين،
كاين اللي طردوه، كاين اللي وقفوه. تنظن ان بان ما بقاش شي امال كاع في هاد، ما بقاش شي امال يعني، وما بقاش الوقت بزاف يعني، السنه على يعني قربات تكمل. وهما كانوا ديما تيدعوا للاباء والاولياء انهم يتدخلوا، فاذا بهم هما راه مع طالبة لهم راشدون لهم يعني تبارك الله راه اطباء، ماشي اطباء الغد وصيادلة الغد. فاحنا هذه الوقفه ديالنا غادي تكون وقفه تنقولوا تندعوا فيها الوزاره، تندعوا فيها الوزاره انها تفتح الحوار، ان توقف هذا الشيء اللي كاين دابا، ما تخليش بحال ما هكا فهمتي، ما تخليش هذه الامور هذه تمشي هكذا. بركه راه دازت خمسه شهور تقريبا، احنا غاديين في خمسه شهور يعني السنه. هذا الشيء ما تيخدم لا مصلحه الطلبه ولا مصلحه وزاره التعليم ولا مصلحه المنظومه التعليميه ديال بلادنا ولا المنظومه الصحيه ديال بلادنا، لان دابا كل شيء تيقول للمنظومه الصحيه اصلاحها. احنا ما شفناش شي اصلاح، ما يمكنش الاصلاح اللي تيرفض الجوده ديال التكوين، اش غنسمي؟ ماشي اصلاح هذا، اسمح لي، الاصلاح اللي يمكن يرفض الجوده ديال التكوين، والطالبه ما تيطالبوا الا بالجوده ديال التكوين، ما تيطالبوش بزياده في الاجر ولا شي حاجه، ما تيطالبوش بشي حاجه غريبه، تيطالبوا بزياده بجوده التكوين. يعني الا زادوا في العدد ديال لي كونديدا او لا بغى ينقصوا سنه او لا هذه، خاصهم يعوضوا داك الشيء، ماشي يخليوا الطالب، يخليوا الاستاذ في المستشفى الجامعي يدخل عنده 40 واحد ولا 50 واحد، ما يمكنش الطالب يتكون. وكاين بزاف ديال المغالطات اللي مرهم السيد الوزير، ماشي صحاح، على سيتو على داكشي ديال العدد السنوات ديال التكوين الطبي في عدد من الدول الاوروبيه، داكشي اللي قال ماشي صحاح. راه الدول الاوروبيه بزاف منها تعتبر ان الطب العام او لا طبيب الاسره راه حتى هي تخصص، فهمتي، وراه العي الى راه زعما القليل فيهم تيزيد عامين ثلاث سنين في هاد لا ديسيبلين هادي. اذا حنا جينا كاباء اولا، ثانيا كمواطنين مغاربه، حنا باغيين واحد الطبيب غدا وغدا يكون طبيب في المستوى، باغيين غدا طبيب حنا يكون يقدر كف يشدنا هنايا، حيت الناس اللي ما قادرينش يتعالجوا على برا غادي يتعالجوا هنا منهم حنا. وشكرا لكم. معكم عاكف ياسر، ممثل لجنه الطلبه الطب وطب الاسنان والصيدله بالمغرب. كما شفتوا اليوم كاينين الاباء منظمين واحد الوقفه ومسمينها وقفه الشموع مسانده للابناء ديالهم. واللي بغيت نقول هو انه تحيه للاباء والامهات اللي كانوا هما اللي تكلفوا بالتنظيم. حنايا هنايا اول مره نكونوا غير دي زانفيتي، غير ضيوف عند الاباء ديالنا. ومهم راه تيبان لنا بالاولياء الامور ديالنا ولا الاباء والامهات لباو النداء ديال السي الوزير وجاو باش يعبروا على انهم ما يمكنش يخليوا الابناء ديالهم يدخلوا بدون مطالب، ما يمكنش خمس شهور ديال الاضراب تضيع بدون محضر اتفاق، بدون حنا كنتسناو زعما البلوره ديال المطالب ديالنا وتحقق لنا واحد محضر اتفاق اللي يكون كيلزم طرفين زعما الاطراف بجوج، لا الوزاره ولا الطلبه زعما بداك الشيء اللي غادي يتفاهموا عليه. حنايا اليوم غندوا هذه الوقفه هذه السلميه اللي غتكون وقفه الشموع، غنديروا واحد الميساج زعما نكتبوه بالشمع على اساس انه راه الطالب غيبقاو صامدين. وكنتمناو ما نوصلوش لمقاطعه الامتحانات ديال الاسدوس الثاني، لان الطلبه راه هما الحاجه الوحيده اللي كيدافعوا على جوده التكوين، ما يمكنش يسمحوا في الامتحانات ديالهم ولا يسمحوا في الدراسه ديالهم. ان فو ان شاء الله يتحل المشكل، حنا غنديروا التفرغ الدراسي، الله يجعلنا حنا نسمحوا في الصيف ما عندنا ما نديروا به في ديال جوده التكوين، حنا نسمحوا في اي حاجه. حنا راه خرجنا لهذا الاضراب اللي درناه اكراها، ماشي ما جاش الوالد اللحظه، مي جا من واحد الانتظار ديال عامين وواحد التراكم ديال المشاكل ديال 15 عام من 2015 وحنا تنتسناو السلك الثالث. كباقي الطلبه في المغرب بغينا يكون عندنا واحد المسار دراسي واضح، وكنتمناو نلقاو حل في اسرع وقت ان شاء الله ويكون خير. وبالنسبه للتوقيفات هما راه ولاو بشكل رسمي، ترى الطلبه موقفون بالرباط، جوج مطرودون بطنجه و10 مطرودون بوجده. كنتمنوا ان هذا الشيء تراجعوا عليه، ان هذا الشيء كيزيد غير الاحتقان، ما بغيناش السيناريو ديال الاساتذه المتعاقدين يعاود يرجع، حنا بغينا الحل اللي دار باش صافي رجعوا الطلبه كاملين يقراوا، الطلبه كاملين تيقول لك راه ما غنرجعوش بدون الممثلين ديالنا، ويكون خير ان شاء الله.